جوجل أعلنت أنها دفعت لفرنسا أكثر من 1 مليار يورو من الغرامات عن اتهامات بالتهرب الضريبي. المحققون الفرنسيون بدأوا في 2015 تحقيقاً حول قيام جوجل بالتصريح عن مداخيلها الفرنسية في أيرلندا، حيث الضرائب أدنى بكثير. في بيان وجه إلى وكالة أسوشيتد بريس، قالت جوجل إنها مقتنعة بأن إصلاحاً منسقاً للنظام الضريبي الدولي هو الحل الأمثل لتأمين إطار واضح لعمل الشركات على مستوى دولي. لكن جوجل ليست وحدها تحت المجهر الفرنسي، فقد فرضت باريس في يوليو الماضي ضرائب غير مسبوقة بنسبة 3% على فيسبوك وأمازون. الضريبة الفرنسية ستطلق على الأرجح حالة عدوى في العالم. الرئيس الفرنسي يحاول منذ مدة إقناع الشركاء الأوروبيين باعتماد ضريبة التقنية. هذا المسعى هو صلب الصراع مع البيت الأبيض، وقد قامت فرنسا بوقف مساعيها مؤقتاً لكي لا تصطدم مع دول تستفيد من شركات التقنية مثل أيرلندا والدنمارك والسويد. ترامب لوح مراراً بفرض ضرائب على أرقى المنتجات الفرنسية رداً على ضريبة التقنية، لكن التوترات خفتت بعض الشيء منذ قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي.